Pilates! Oh! Look at this! وش ذا الجمال يا بوي! وش ذا الجمال يا بوي! اوكي هسه شو نسوي؟ Perfection. اسمعوا عشان ما يصير نشرب قهوة على معدة فاضية لازم اكل فتشي ومش جاي عبالي اكل فتشي فبس جبت piece of toast راح احط عليها لبنة ما تقاطع البلوك تاعي ليه بتحب تقاطع متابعيني وهم عم بيحضروني You said you wanted a breakfast burrito Yeah. I can't have to cook. ما أجيب لي. غير ما أبغى أكلي. شو أسوي أشياء؟ يلا بور. ما بقى أكبر طبعا. I knew we had some here. Oh, I knew. Of course, I knew we had some. I put them here. Oh, شو لما سألها امبارح؟ You said did you bring rubber? I said no. Oh. He said look at my Pilates socks. It has to be sticky so I can like pee wee 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 wee. Ah, Let's eat with cheese. كاكاو اوكي هسه وصلت للبلاتيس كلاس مالتي باقي 10 دقائق ويبدا الكلاس بس ما بديت الفلوج وياكم فخلني نبدا الفلوج شلونكم شو اخباركم شكو ماكو اشتاقيت لكم اعرف صار لي فتره ما دا اصور فلوجات والله بس كلش انشغلت حرجع لكم بفلوجات جديده واشياء جديده وجديده المهم ست هذا الاوتفيت هذا مالتي الاوتفيت مال بلاتيس ومتحمسه ادخل اسوي شويه ورك اوت وهيجي شلونكم اشتاقيت لكم شكو ماكو قعدت الصبح سويت قهوتي شيت ماي دوغز وشنو بعد هسه لما ارجع احمد سوى اكل سوى بريكفاست واني طالع البارحه كنا قاعدين احمد طبعا يسوي اطيب بريكفاست بالعالم البارحه كنا قاعدين ما سوى اليوم لما طلعت على ماي بلاتيس كلاس قرر يسوي بريكفاست ودز لي صورتها فحيسوي لي بس ارجع بس والله حروح هسه ادخل للكلاس وبرجع لكم بعدين شاقيتوا لي رجعت للبيت من البلاتيس طبعا اني وروبي صديقتي رحنا شربنا قهوه وتمشينا وراها رجعت جاوبت على ايميلات وهسه احمد يريد معكرونه بالبشاميل فدا اسوي لاحمد معكرونه بالبشاميل عرفوا شو الساوند اللي عالق براسي مو هانيا شفيك ما بلش مصاري يا ليش قد ما عملت عراسي يا انت طالع من جيبك انتي هاي سيسيم say hi to my vlog say hello say hi to my vlog yeah say hi speak 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 good boy That's a good boy. الله احمد طلع من البيت اقدر اسولف وياكم براحتي قلت لكم اني لما احد يكون بالبيت ما اقدر اصور واخذ راحتي احمد راح يجيب حليب لانه خلطه البشاميل ما بتضبط من دون حليب هذا شنو الشعر ما تضبط من دون حليب فراح يجيب حليب فهياتنا قاعدين وحدنا بالبيت قلت لكم رحنا سوينا بلاتيز وراها رحنا شربنا قهوه اني وصديقتي وراها رجعت للبيت وراها احمد راد معكرونه بالبشاميل فاليوم اكلنا معكرونه بالبشاميل وبس والله علقنا الرينج كاميرا هاي اللي تراويكم برا بيتكم ف
فتعطيكم نوتيفيكيشن كل ما احد يمر من برا بيتكم، فاني كل دقيقتين يجيني نوتيفيكيشن someone motion at your front door. عادي كله عادي. ايه فشلونكم شو اخباركم؟ سولفولي، والله زمان ما سولفنا انا وياكم. اقولكم عندي طلبيه ماشيين حتنزل، ما ادري لو قبل هذا الفيديو لو بعد هذا الفيديو، لانه انطوني كود ودزولي هدوم وقالوا لي بصير تصوري يوتيوب، قلت لهم بصير. عشانكم بس يا اخوان، قصدي خوات يا اخوات، احنا بنوتات هنا جابنا المعكرونه صارت، كيف استنى على خلطه البشاميل؟ عادي. اوكي اوكي اوكي. ليش مصاري؟ ليش قد ما عملت عراسي؟ عشان ملبس عروس. بنحط التشيز، المفروض موتزاريلا بس احمد جايب مكسيكان ستايل بلند مهيكانو جاي. عادي عادي مشوها يا اخوان. وكذا بنحط المعكرونه بالطبقه الثانيه. شوني وياكم خوش طباخة، كلش بتهمتوا من الطبخة. اصبعي كيفك؟ شو رأيك انا طباخة منيحة؟ اصبعي ماشي عادي. بني معكرونه بالبشاميل. ليش هيك انت قاسي؟ انت قاسي وانا عم بطبخ لك وانت ما عم تحكي لي شكرا يا حب حياتي الاول والاخير. قصدك انه قدام المتابعين ما بتحكي حكي كيوت؟ ماشي هلا انا بعرف كيف اخلي المتابعين يلغوا متابعتهم لك. كيف اقول لهم الغوا المتابعه لاحمد؟ اوها بني شو جزل عضو؟ والله شو جزل عضو بانجي والله. نعمل طبقة تشيز اون توب لانه لما تتحمص بالفرن تصير هيك مكسبة. شيفس كيس والله يا بنات. في حدا بجيب مكسيكان تشيز؟ عادي احنا بدنا ناكل مكسيكان بشاميل. انا حاح اليوم خلطتنا اليوم مكسيكان بشاميل. لا احنا انا مش قلت لك ما تضل توقع اشياء. هذا البريد كرمز من سند جدي، وش رايكم نستخدمه والله بستر ولا ايش؟ نفتحها ونشوف. It looks like it could be good. فأني حستخدمها وإذا صار مع أحمد إشي يعذروني.
كثير. تتوقع اغطيه ولا ما اغطيه؟ إليان الطباخة المشهورة، انت ذا تشقتشق، انت ذا تشقتشق. اني سمعتها قلت بلاش تشقتشق. اوكي جهزت، حطلعها من الفرن، انتظروني. الله وش ذا الجمال احمد، it looks so good. تعال شوف. وش رايك؟ سيزلين. احمد قطعها قبل ما الحق اصور، اللي جيت لقيتها قاطع نصها. والله الوضع الصراحه ما مستحيل. شفت سخني قبل ما قصه. اكو هاي المقسبه الفوق البريد كرمز ويا التشيز، نار وشعار. اوه تقييم تقييم 9.5. اوكي I'll take the 9.5. 8.5 شو؟ أنا بلقى عليه إنه دا أسوي أوردر مع سيرم طلبتوه. اسمعوا شربت أقولكم، شربت أقولكم، تعرفون شنو؟ تعرفون شنو كنت رايدة صار لي فترة كلش هواية؟ كنت رايدة الكلاسيك ميني أجز، هذول الأجز اللي يجون كلش صغار هيجي. كاميرتي الشحن مالتها حيخلص، شلون أخلص لكم البلوج وهو عم بخلص؟ بعدنا إحنا بنص اليوم. إذا طفت سامحوني، كنت أسولف لكم سوالف حلوة. عندي طلبية ماشيين، قلتها أوريدي، هياتها الطلبية، فلازم أصورها. فأتوقع ورا هذا الفلوج حنزل لكم مشترياتي لفصل الخريف والشتاء من شين كذا. وش رايكم؟ بس اسمعوا، البشاميل كانت نار وشرار، طلعت كلش طيبة الحمد لله يعني. وبس والله، فالكاميرا حتطفى فما حلحق أكمل لكم تصوير. إذا ما كملت الفلوج اليوم بكمل لكم إياه بكرة، مش تزعلوا، مش ألاقيكم زعلانين.